وسهلا بيكم في نص مشكل. كل سنه وانتم طيبين. والنهارده في حلقه النهارده هعمل لكم شاورمة فراخ على الطريقه اليوناني، وكمان هعمل لكم تشيز كيك البقلاوه. اول حاجه هبتدي بيها هتكون الشاورما، والشاورما المقادير بتاعتها هتبقى عباره عن فراخ وراك، طبعا بقدونس وطماطم وبصل للتزيين، وهنحط هنتبلها ببهارات بقى، هتاخد كمون وهتاخد بهار حلو وزيت زيتون وبابريكا وزعتر ناشف وبشر ليمون وعصير ليمون وتوم. اول حاجه هنعملها طبعا هنتبل الفراخ، فهجيب بولة اتبل فيها الفراخ. طبعا في 100,000 طريقه بتتعمل بيها الشاورما، وكل بقى شيخ وليه طريقته، بس دي الطريقه سهله برده وطعمها حلو قوي، يعني هي مش زي الشاورما بتاعتنا السوري او المصري اللي احنا بناكلها، مختلفه حاجه بسيطه. يعني اول حاجه هجيب وراك الفراخ بتاعتي كده، واحط كل البهارات بتاعه التتبيله، هحط الكمون وهحط البهار الحلو وزيت الزيتون، واحط البابريكا. والشاورما دي انا هشويها على الجريلا، وكمان هي المفروض تتشوي على الفحم، هيبقى طعمها احلى كتير. والزعتر وبشر الليمون وعصير ليمون والثوم، بس كده. حط عليهم طبعا ملح وفلفل، وهبتدي يعني اتبلهم كويس قوي. وطبعا لازم الشاورما تقعد في التتبيله على الاقل قبليها بيوم عبز يعني. الشاورما السوري الثانيه اللي بتتعمل بيها برضو الفراخ بتاخد سماق وبتاخد شويه خل وكده، احنا ما بنعملهاش كده، دي مش سوري، دي جريجي. بس كده هجيب سيخ هحط فيه الشاورما، انا عايزه اقدمها زي ما تكون الشاورما محطوطه في سيخ، هقدمها هجيب سيخ واركب كل الوراك فيه، ده سيخ شوي، واحط فيه طماطمايه كده وبصل، بس البصلايه دي كبيره شويه، هاخد البصله الصغيره وابتدي بقى ايه اركب الشاورما فوق بعض وراك الفراخ بتاعتي. انا طبعا يعني هي المفروض الوراك تبقى مخليه، كل ما حطيت لها لو سبتي الجلد بتاعها هيكون احسن، لان الجلد على الشاوي هيبتدي ينزل الدهون بتاعته، يديكي هتبقى دسمه اكتر بس هيديكي طعم احلى. ودي لو بتشويها على الفحم دي طبعا هتاخد وقت كبير قوي، لازم تسيبي شويه مريح بين الورك والتاني علشان كله يستوي من جوه وكله يبقى شكل، والسيخ بتاعي يقدر يستوي. بيستوي لو انت حطاها على شوايه فحم، بتخلي الفحم على يعني بتولعي الفحم وبتشيليه على جنب كده، وتسيبيه بقى ياخد نار هاديه قوي، وتسيبيه مثلا ساعايا كده مرتاح ياخد وقته خالص. دي طريقة أنا شايفاها يعني صايعة جدا إن أنت تقدمي بيها الشاورما بتاعتك. والشاورما دي أنا منزلة معاها سلطة خيار كده بالبصل والطماطم، هوريكم هنعملها ازاي بعد لما أحط دي على الشوي كده، وأقفلها بطماطماية
وابتدي احطها على كده. ثواني بقى احط زيت على الشوايه بتاعتي. طبعا الشوايه دي لو ما عنديش دي اسهل طبعا من الشوايه الفحم، بس لو ما عنديش يعني ممكن استعمل اللي هي الشوايه الظهر دي واسيبها تسخن قوي زي ما انا سايباها ومطلعه الدخنه بتاعتها، واحط لها شويه زيت. واحط السيخ بتاعي وانساه بقى شويه، وكل شويه اقلبه على كل جنب كل شويه كده. كده خلاص الشاورما بتاعتنا جاهزه. هنقدم معاها سلطه زبادي، زبادي بالمايونيز والشبت، وهقدم معاها سلطه خيار زي السلطه البلدي بتاعتنا كده. فاحضر سلطه الزبادي الاول. احط الزبادي، وطبعا محتاجين زبادي يوناني. الفرق الزبادي اليوناني من الزبادي اللي موجود عندنا في السوق، الزبادي اليوناني بيبقى تقيل شويه قريب للبنه، فاحنا عشان تعملي زبادي يوناني في البيت لازم تجيبي الزبادي العادي بتاعنا وتسيبيه على شاشه يتصفى شويه في الثلاجه لغايه لما تلاقي زبادي تخين في معاكي كده، يعني يبقى زي السايب بتاعنا وبيبقى مزز اكتر كمان، بس بيبقى زي الكريمه تقيله كده شويه. واحط له شبت، واحط له عصره ليمون، وطبعا ملح وفلفل. وادي سلطه الزبادي دي جاهزه، وده هوريكم هنقدمه ازاي وقت لما الشاورما بتاعتنا تخلص مع العيش ومع السلطه البلدي. هنعمل السلطه، هي مش بلدي، هي سلطه برضو جريجي شويه، هي مش جريجي، هو تقريبا المطابخ واحده يعني. هنحط الخيار، والطماطم، البصل، وبقدونس، وطبعا هتاخد ليمون، وهنحط عليها ملح وفلفل، وهنحط عليها ليمون، وشوية زيت زيتون، وادي الاطباق الجانبية اللي هقدمها مع الشاورما، وطبعا العيش اللبناني بتاعنا، وهوريكم وقت التقديم هنعملها ازاي. هطلع فاصل وارجع لكم تاني وهنقدم التشيز كيك البقلاوة، فاستنونا.